خلاص يا عم مهدي، عرفت اصحابنا كلهم واحد واحد. بصراحة أنا عرفتهم من زمان قوي، بس المرة دي عرفتهم بشكل تاني، لأنهم اتحفروا في دماغي وجوه قلبي. اطمن يا معلم خالد، القهوة دي هي أحسن مكان بيجمع شمل جامعتنا، ده طبعا غير زاوية ستنا زليخة اللي لسه جايين منها دلوقتي. أنا عارف كل الأماكن، اطمن يا معلم خالد. يعني مبيت يا عم مهدي، واحنا عندنا امل ملوك وكفنا ان اللي عايزينه هنوصل له ونتممه بمشيئه الله. ما دام قدمت المشيئه هيبقى خير بعون الله. انا لازم امشي دلوقتي حالا. لا تمشي، تروح فين بقى قبل ما نقوم معاك بالواجب وتدوه القرفه بتاعتنا؟ يا ما شربتها بس كان ليها طعم تاني. انا لازم امشي دلوقتي حالا قبل ما حد من اخواننا البعض يحس باي تغيير. معاك حق، اقصد كريم انت في سلامة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البهار، كويس انك جيتي. مساءك سعيد. مش باين يا كابتن بصاصين، مش باين. كان عندك بيعمل ايه؟ احنا شايفينه وهو داخل عندك بقاله كتير. امر بالغ الخطوره، اوامر لازم تتنفذ بغمضه عين، اوامر ما اقدرش عليها جيش جرار بحاله. اوامر ايه؟ لازم حاجه مجنونه من حاجاته. على فكره هو مبقاش طبيعي وملوش امان. اهدوا اهدوا كده وفهموني ايه اللي حصل، ايه الحديث اللي دار بينك وبينه. السلام عليكم. تبقاش تتأخر كده تاني، انت فاهم؟ انت عارف الظروف، واحنا مقدرين مجهودك وقصدين مصلحتك. اهو من ساعة الوالي ما انخطف وهم مشددين علي، كل شوية تفتيش ووجع دماغ. معلش، سليمة إن شاء الله. إيه دي يا أخينا؟ دي حاجة كده فضلت خيرك. أنت مش عايش في الدنيا ولا إيه؟ ما أنت عارف الغلا جامح وواجعنا كلنا يا سيدنا. ما تفتح الباب بقى وخليك حلو أمال. أنت رايح فين؟ ها؟ ما أنا داخل الحارة زي ما أنت شايف. أصل أنا باجي كتير عند ناس قرايبي هنا. خليني الحريق. ينزلوا قلب البلد؟ معناه ايه الكلام ده؟ معنى عايز يحكم قبضته على كل حاجه في الداخل والخارج في وقت واحد. لا الحكايه مش كده ابدا. هو عايز يوصل لبظلم واللي خطفه بظلم. اولا عايز ينهبه، عايز ينهب ثروته اللي كلنا عارفينها قد ايه، صندوق مجوهرات العين ما شافتش زيه. ثانيا عايز يثبت لي ويثبت لك ان شغلنا مش على المستوى، وبعدين يشوف له طريقه يتخلص بيها مننا كلنا. ده فكره كده؟ اصل انتوا ما شفتوش الطريقه اللي كان بيكلمني بيها، الغدر كان في كل نظره من نظراته. طب وانت رايك ايه يا جول بهار؟ الحذر واجب فعلا، احنا مش لازم نخرج من الموضوع ده خسرانين. وهنعمل ايه؟ كل اللي في القلعه بيحبوه وما عندهمش استعداد انهم يلعبوا عليه اي لعبه من اي نوع. بس لقيتها. هي ايه الطريقه اللي ممكن نكسب بيها بدون اي خسائر؟ اتكلم يا كبير البصاصين، ايه هي الطريقه؟ هي حكايه محتاجه لشويه جرأه مني ومنك، وفي نفس الوقت شويه رسم من مولاتي الجميله. قول، ولو عجبتني الفكره هعمل اللي ما يتعملش عشان احققها. من بكره هننفذ كل اوامره، بس لصالحنا مش لصالحه. عاوز في كلمتين على جنب. خير يا اخويا، تعال تعال. امبارح بالليل
بالليل الطواف اللي على باب الحاره كان هيمسك المعلم خليل الحريري. يا خبر زي بعضه. وده رجع امتى؟ راح فين؟ احكي لي اللي حصل بالظبط يا محمود. المعلم خليل وصل الحاره امبارح بالليل وكان فاهم ان مفيش حد هيعرفه. نجم لسوق البخت الطواف الملعون عرفه ومسكه من دراعه. المعلم خليل العطره الماده على تشتراعه وجاري، والحمد لله الطواف ما حصلوش. يا ما انت كريم يا رب. المهم المعلم خليل قضى ليلته فين؟ عندي في البيت. عاشت يمم الرجال يا محمود. بعد ما خلصت الشغل بحوالي ساعه ورجعت البيت الا وخبط ورزع على الباب. فتحت لقيت المعلم خليل وحكى لي على كل حاجه. ما قدرش يروح البيت عنده، الطواف كان واقف على باب الحاره، وما قدرش يروح عند اخته وعريسها المجدع خالد، ولا قدر يهرب من الزاويه بتاعت ستنا. البصاصين واقفين من بعيد لبعيد يخافوا يقربوا من البهاليل. ما هم يا سيدي بيرصدوا كل اللي طالع واللي خارج. بس انا فرحت، فرحت انه افتكرني، كانه قال لي انت راجل عتره ومجدع يا محمود. طول عمرك مجدع وعتره يا محمود. المهم خليل عندك في البيت لحد دلوقتي؟ ما رضيش يقعد عندي ولا ساعه. بعد الفجر اتسحبت انا وهو عشان اوصله للمعادي لحد ما نزل المركب. واطمنت ان هو وصل لبر السلام؟ فضلت باصص على المركب لحد ما ادت الشوف، وقلت اجي ابلغك عشان تبلغ ستينا والرجاله وتدبروا حالكم. يا ما انت كريم يا رب. ان شاء الله يكون وصل بالسلامه. بس انا قلت له ما يقربش من الخيامين ومن دول، الدنيا مقلوبه خصوصا بعد ما الرجاله خدوا بظنا. عملت طيب يا محمود، وانا من ناحيتي هبلغ ستنا تبعت له مرسال من عندها يطمنه وياكد عليه اللي انت قلته دوت. ما احنا مش مستاهل نخسر راجل من رجالتنا ونروح كده في شربه ميه. بالاذن يا زين الدين اروح البيت الم عدتي والف لفتي. اليومين دول لازم نوعي الناس كويس قوي. الا صحيح انت بتحكي ايه بقى اليومين دول؟ اتفرج يا سلام على عجايب الايام. بعد الابهه والهيلمان الكبير شوف الاعور بقى في قرار البير. يا بني ادم ده وقته برضو؟ ايه خليل الحريري ده اللي انت داوشني بيه؟ يا سيدنا ده اللي كان مشيب ديوان البص من ساعه هروبه، كان في ايديا امبارح بالليل. لو جنبك تؤمر البصاصين يتبدروا في المنطقه اللي انا فيها يبقى اكيد هتمسكه. قلت لك ده مش وقته، عندنا الاهم منه. يا سيدنا مش ممكن خليل ده يوصلنا لحاجه اهم؟ اللي خطف جناب الوالي. تتعلمني شغلي؟ يلا روح وانسى الكلام ده خالص. امر جنابك. السلام على سيدنا. انتوا فين من الصبح؟ مش تيجي تقول لي الامور ماشيه ازاي في الاسواق؟ اطمن، كل اللي جنبك رتبته مع مولانا اتابك العسكر ماشي تمام. صحيح المقاومه شديده من الاهالي، بس احنا خطتنا ماشيه في طريقها وبتتنفذ بالحرف الواحد. التجريده دي لازم تتكرر تاني وتالت لغايه ما الاهالي يتادبوا ويتعبوا من قطع ارزاقهم. يقوموا يشتغلوا بصاصين على بعض ويبلغونا مين اللي خطف مولانا بظلم ومخبينه فين. فكره جهنميه. امال انت فاكرنا بنلعب؟ ده الشياطين تتعلم مننا. اسمح لي اقولها لجنابك مره تانيه، محدش من اهالي البلد دي ممكن يشتغل بصاص على التاني. امال انت ايه؟ انا ده انا محسوب جنابك. معقوله؟ يعني لوحدنا ولا مع غيرنا؟ لا يحصل كتير لوحدنا. بحس بالايام، بحس بالسنين، الايام اللي قضيناها مع بعض في عز وهنا وسعاده. ياه، عز وهنا وسعاده حته واحده؟ عبير عبير انا ما رضيتش اتجوز علشانك، عشان ما جيبش في القصر جارية تقولي لها يا مولاتي. انت مرضتش تتجوز مش علشاني، عشان مجوهراتك. ما حبيتش غيرها، حتى كرسي العرش يا راجل ما حبيتوش. المجوهرات. عبير انت عارفة غلاوتها عندي، بس وحياة عينيكي ما تغلاش عليكي.
أنا مستعد أديكي نص اللي، لا لا، ربع اللي في الصندوق ده، ربع اللي في الصندوق ده هيبقى ملكك يا حبيب. والمقابل إيه؟ ما أنت ما عندكش حاجة من غير مقابل. ودي محتاجة يا عبير؟ أنت أكتر واحدة في الدنيا فهماني. آه، المقابل إني أخرجك من هنا. ده الأمل المستحيل يا جناب الوالي. مستحيل إيه؟ مستحيل إيه يا عبير؟ واضح قوي إنك بقيتي واحدة من الناس دول، وهم عارفين كرهك ليا. محدش هيشك فيكي، تبقي كسبتي المجوهرات ورديتي لي جزء من الجميل اللي ليا عندك. جميل؟ الجميل أنا رديته أضعاف من سنين عمري، من إذلالك ليا لما كنت تسكر وتقولي تعالي يا عبير، تعالي أجرب الكرباج عليكي من غير ما تصرخي. لما كنت تخليني أرجع وتحط السيف فوق رقبتي وتتمتع وانت بتشوف نظرة الرعب في عينيا، حتى من قبل ما تشتريني وابقى جريتك كانوا يجيبوا لك الطيور حية عشان تخنقها وتتمتع وهي بتموت بين ايديك. ده انت تعرفي عني اكتر بكتير ما بعرف عنك. ايوه يا بصله، عارفة ان الاسود تخليك تسكر وتنتشي اكتر من الخمر. عبير، عبير جريتي، عبير حبيبتي، بعدين بعدين يا حبيبتي نتعاتب ونتحاسب بعدين، مفيش وقت. عبير انت الوحيدة اللي ممكن تطلعيني من هنا بالليل، الناس هتكون نايمة، هم حارسوا الاتنين، تديهم حتة مجوهرات، ده غير ربع الصندوق اللي هيبقى ليكي. قصدك رشوة؟ انت بتتكلم بأسلوبكم، أسلوب المماليك، أي شيء بالرشوة. لا يا بظلم ما ينفعش، الناس هنا حاجة تانية خالص. بس يا عبير انت حبيبتي. كنت، لكن أنا بقيت واحدة منهم، عبير تانية. كل اللي اقدر اعمله لك اجيب لك المية والاكل، اعملك كانسان لحد ما يقون الاوان على رأي ست البهاليل. اسيبك دلوقتي مع حبك الاول والاخير، صندوق مجوهراتك. عبير، عبير رد عليا يا عبير، انا استاذك، انا مولاك وسيدك يا عبير. عبير ايه اللي انت عامله ده يا شمس؟ بعد اذنك يا ستنا، دي عمامه محتسب القاهره، الاهالي استنوه النهارده وهو نازل من القلعه رجموه، خدوا الخواتم اللي كانت في ايديه وخطفوا عمامته. انا قلت ايه بقى، اخدها تذكار بدل ما كانوا هيدسوها برجليهم. والله لهم حق، الغلا بقى محدش يتحمله، ده حتى العيش الرطل بقى بنصين فضه، وشوف اللحمه والجبنه وبقيه الاصناف حتى الميه. غلا بقى، ما هي ريت الغلا على الكل. خش كده بيت محتسب ولا استدار ولا والي، بلاش نقول السلطان، هتلاقي كل شيء متوفر وبالزيادة، ده غير الخزين. ده الناس من غلبهم كانوا بيرقصوا. بيرقصوا؟ اه والله يا ستنا، من ساعة الغلا ما اشتد في الدقيق والقمح ما بقاش فيه غير عيش الذرة، الأهالي عملوا رقص على الحكاية دي وكانوا بيرقصوها وهم بيقولوا عجنونا وبططونا، لدنونا وفقعونا، وطلعوا بينا عطبونا. على فين يا حمدان؟ على الشارع، هنسيب الغلا ياكل الناس واحنا قاعدين هنا نسمع بعض، لازم الناس كلها تسمع، هاخدها شارع شارع ونهار وليل. خلي بالك من نفسك يا حمدان،
والله فنان شجاع، دي حاجة نادرة في الزمن اللي احنا فيه ده. خلجاتي وخلى الخل، الغلا غل ايدينا غل، خد خلجاتي وخلى الخل، الغلا حل ومالوش حل، الغلا حل ومالوش حل، عقلي انشل وقلبي اتغل، عقلي انشل وقلبي اتغل، الغلا غل ايدينا غل، الغلا غل ايدينا غل. مصاص الدم صبح كل الخلق في غم، قول الغلا مصاص الدم صبح كل الخلق في غم، عم البلا عالكل يا عم، عم البلا عالكل يا عم، خلى ميزان الدنيا اختل، الغلا غل ايدينا غل، الغلا غل ايدينا غل. الغلا حط على دماغنا اتدغدغنا واتمرمغنا، لما الغلا حط على دماغنا اتدغدغنا واتمرمغنا، ولا نفعتنا نكت ولا مغنى، ولا نفعتنا نكت ولا مغنى، والخير من ايامنا نسل، الغلا غل ايدينا غل، الغلا غل ايدينا غل. على الغلبان غلي مدام ما انتش غرمان، غلي الغل على الغلبان غلي مدام ما انتش غرمان، غبن وغبا يولدوا غليان، غبن وغبا يولدوا غليان، يفني الغاصب والمحتل، الغلا غل ايدينا غل، الغلا غل ايدينا غل، خد خلجاتي وخلى الخل، الغلا غل ايدينا غل، خد خلجاتي وخلى الخل. تحب اوصلك؟ ايه؟ يعني عشان الدنيا ليل؟ بالعكس انا بالليل بشوف احسن. ازاي بقى؟ الشوارع بتبقى فاضيه بالليل فما بخبطش في حد، ولو على الطواف درهمين في ايده وموالين في ودنه. افتح لي باب الحارة على طول. سلام عليكم. خد خلجاتي. امشي معانا من غير كلام. انتوا مين؟ لما نوصل هتعرف. هنوصل فين؟ هنكرمك اخر كرم وهنسمع غناك الحلو. هنا ايه انت؟ سيب ايدي. كل حاجة هتعرفها بعدين، بس امشي من سكات احسن لك. حاسب حاسب العود. الحق يا ستنا. المماليك قبضوا على حمدان. ده يا دوبك خلص الغنوة كان العسكر فوق دماغه. هما البصاصين مفيش غيرهم. تلاقيهم اول ما ابتدى يغني بلغوا عنه على طول. لو ستنا تسيبني على البصاصين دول والله لاصطادهم واحد واحد ونضف البلد منهم. احنا مش في البصاصين دلوقتي، احنا في حمدان. يا ترى هيسجنوه يحاكموه ولا هيحاكموه من غير قاضي ويعملوا ما بدلهم؟ عبير، عبير هي اللي ممكن تساعدنا في تحديد المكان اللي ممكن يحبسوه فيه، لانها عاشت مع المماليك سنين وسنين وعارفه اسلبهم كويس، واكيد ليها ناسها اللي ممكن يساعدونا. ترتيباتنا هتبقى على اساس هم هيسجنوه فين، وده لازم يتم في اسرع وقت قبل لا قدر الله ما يأذوا حمدان. ان شاء الله نحضر نفسنا بسرعه، لان المماليك هيولعوا من اللي بيعملوا عم حمدان في الناس، خصوصا انهم كل ما بيقبضوا عليه ما بيلقوش معاه سلاح. طب وعوده وصوته وكلامه، كل دي مش اسلحه، ده جيش بحاله، وكمان كان طالع يغني للناس عن وجعتهم. الغلا الوحش اللي بينهش في الغلابة. أنا من جهتي هشتري لي كام بصاص عشان المعلومات تجيني بسرعة، وهو يبقى كل واحد مننا في جهة. ربنا يقدرنا على فك سجنك يا حمدان، أصله يا عيني دوره في مقاومة المماليك ما ينفعش يبقى في السر، لازم يبقى صوته عالي ويوصل لكل الناس.
ربنا يبعد عنك الأذى يا حمدان لحد ما نقدر نخلصك من إيدين الظلمة. اكسر الباب ده وفتشوا كل اللي جوه البيت. شفت أسلحة وكمية مش بطالة، يعني توقع مولانا كبير البصاصين ما كانش من فراغ. هو ده كل اللي جوه؟ ما خليناش حاجة. احنا اللي وصلنا له ده كويس قوي، لازم مولانا يدينا مكافأة. لازم. امتى وازاي ده حصل؟ حالا، انا لسه جاي من هناك. انت بتقول خدوا السلاح اللي كنا مخبيينه ببيت عم حمدان؟ انتوا مش كان عندكم معاد هناك؟ وصلت بدري شويه وحسيت بالعسكر جايين وقدرت اتدارى لحد ما مشي وجيت جري ابلغك. بس دي كارثه. هقدر ولطف يا خالد، الحمد لله انها جت على قد كده. ما سالتش نفسك لو كدبت العسكر دي كانت اتاخرت 5 دقايق بس كان ايه اللي حصل؟ كانوا هيقبضوا على كل الشباب في بيت عمك حمدان، وساعتها بقى كنا هنبقى خسرنا كل حاجه، السلاح والشباب، والشباب هو الأهم. أيوة، لكن موضوع زي ده هيخلي عم حمدان موقفه سيء جدا قدام ديوان البص والعسكر. بس عم حمدان جدع ومش هيقدروا يوصلوا معاه الحاجة. احنا لازم نتحرك يا جلال ونعمل حاجة بسرعة. أنا بقى رأيي نقول لستنا ونشوف هتقول لنا إيه ونعمله. معاك حق يا عزة، هي بقالها سنين وسنين في معارك مع المماليك وعارفة كل أساليبهم كويس، وأكيد هتدلنا على الطريق الصح. السلام عليكم عم ايوب. السلام عليكم يا خالد. وعليكم السلام يا اولاد. خل احنا سلمنا الدولاب ودي الفلوس بتاعنا. اكيد الست فصلتكم وطلعت عينيكم لحد لما اديتكم الفلوس. انت بتقول فيها يا خال؟ لكن على مين بقى يا عمي؟ عملنا اكننا سلمنا الدولاب ومشينا بيه، بعديها طلعت المبلغ وكانت بتنفخ اكنها بتقطع حته من جلدها. مالك يا عم ايوب؟ لا مفيش حاجه يا ابن اوال، شويه كسل بس. لا يا خيال، مش حكايه كسل، انت لازم تنسى. هو اللي راح يتنسى يا يوسف؟ بس احنا عاوزينك معانا يا عمي. ان شاء الله بكره هنزل الدكان. احسن برضه. طب ده حتى خالد وعزه كانوا عايزين يجوا لك ويكلموك. ازيهم الولاد دول عاملين ايه؟ افتح يا يوسف. افتح يا ابو حجاج. اهلا بستنا. اهلا وسهلا. صح النوم يا ايوب، اصحى. بيتنا ليه مده ما شافش انوارك. شفتك في الرؤيا نفحت مقرعتي على كتفي وجاي قصدك. اموري. عايزينك معانا. خير؟ اصل عاملين عامله كبيره قوي ومحتاجين كل الناس يبقى ايديهم في ايدين بعض. ايوه بس انا. بس ايه يا راجل، كلنا مروحين، ولو الحزن بيجيب فايده كان زماني حزنت العمر كله. قوم يا ايوب، بينها بانت والظلم اخرته جايه. اوامرك يا ستنا. يلا يا يوسف انت واحمد، وصلوا عمكم ايوب لحد خالد وانا هحصلكم. اصحى. اهي دي الهمه ولا بلاش؟ ضربه قويه بجد. احنا دايما في خدمه السلطنه، بس يا ريت يا امير تمر المعلومه دي توصل لعظمته، خصوصا ان القاهره من غير والي يوصل اللي بيحصل لمولانا السلطان. ده اكيد، بس خد بالك لازم تضغط على الراجل المغني ده. أنا حاسس إن الراجل ده خطير. هو خطير بعقل،
إذا كان ما حرمش ساعة ما المماليك ضربوه لغاية ما اتعمى وهو لسه شاب ورجع تاني يغني ضد السلطان. أصلك ما تخافش إلا من الناس اللي صنعتهم الكلام. أنت هتقولي السيف ممكن يضرب اتنين تلاتة، لكن الكلمة بالذات لو كانت أغنية ممكن توصل لكل الناس، وممكن تصح الناس اللي احنا عايزينهم يفضلوا نايمين. عذبوه إن شاء الله حتى تقطعوا لسانه. متقلقش جنابك، احنا عندنا كل أصناف التعذيب، على الحامي والبارد لغاية ما يقر ويعترف. الراجل ده ممكن يوصلنا للزعار والحرافيش اللي مغلبين السلطنة. اطمن، الموضوع ده مهم بالنسبة لينا كلنا، لازم نثبت لمولانا السلطان إن شغلنا في ديوان البص على أعلى مستوى. وأكيد مولانا السلطان مش هيسيب القاهرة من غير والي. تفتكر؟ ده أكيد. هو جناب السلطان حيلاقي أصلح منك يا كبير البصاصين؟ وحلاوتك عندي بنت زي القمر. إحنا في ديوان البص حاطين إيدينا على كام بنت من بنات البلد، طعم تاني ولون تاني، بنات ناس، حاجة خصوصي، وأهاليهم يحبوا يدوا بناتهم لأمرة زي جنابك. طول عمرك صاحب فضل وأهل كرم، وأنا هبلغك أول بأول عشان توصل للسلطان إن سيوف رجاله جاهزة وهتقطع رقبة أي حد يقول نص كلمة أو يلسن على عظمة السلطان. يعني ما أنش الأوان يا ستنا، هنسيبهم حبسين حمدان لحد إمتى بس؟ ما تقلقش يا أيوب، أمال إحنا قاعدين بنعمل إيه؟ بس على الله أحمد ويوسف يجيبوا لنا معلومات كفاية. العطار قريب عبد القوي، دكانه قدام الدرج على طول، وابنه صاحب يوسف وأحمد، يعني قعدتهم عنده هتبقى شيء طبيعي، مش هتلفت النظر. وأنا كمان طلبت منهم حاجات مهمة يحاولوا يعرفوها، المداخل والمخارج والسلالم الجوانية. هي بس الدرج ده مبنى كبير قوي، هنعرف هم حبسينه في أنهي زنزانة ولا عنبر. سيب لنا حكاية الدرج دي، حمدان عارف صوتي كويس وهيعرف يرد علي. فهمتك يا ستنا. هنفرض ان نص اللي قاله البصاص مهدي الخالد مظبوط، يعني في 40 عسكري في سجن الدرك. عشان نخلص حمدان محتاجين كم راجل؟ على الاقل 10، بس ان شاء الله نلاقي مساعده من الاهالي اللي بينضموا لينا ويزيد حماسهم لما يحسوا انه في حد بيتحرك. كمان مهدي وعدني انه هيساعدنا لما نبدا الهجوم. هناخد مين تاني عزه غير خالد وايوب؟ لازم ناخد عبد القوي واثنين تلاتة من الشباب غير أحمد ويوسف وعم محمود بتاع الأراجوز والبهليل. خالد حس امبارح في الساغة إن في حد من البصاصين لمح البهليل وهما بيلموا التبرعات من التجار علشان المقاومة. الخوف، كل الخوف إن يكون حد من الأنجاز بلغ، وساعتها المماليك هيبدأوا يحطوا البهليل في دماغهم. يعني وجود البهليل عند الدرك اللي محبوس في حمدان صح ولا غلط؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ الحكايه مش سهله كده. اول هام محدش يقدر يهوب من البهاليل، تاني هام اللي كان ممكن يعمل كده بظلم السفاح وهو تحت ايدينا. تحت امرك يا ستنا. المهم دلوقتي الخطه، كل واحد هيعمل ايه وامتى، واهم من ده كله الميعاد. وستنا شايفه ايه؟ نعدي فجر بكره ونرتب للي بعده، الساعه اللي قبل الفجر على طول، هو ده الميعاد المظبوط. بيبقوا عساكر الدرك في سابع نومه، وبعدين ساعه الفجريه بتبقى ساعه مبروكه. وايوب اثنادى ربه. اتكلم يا راجل، انت ما تفورش دمي، اتكلم، ما تنرفزنيش اكتر من كده، وإلا هديهم أوامر يعلقوك من رجليك في قلب الساحة وخلي الكلاب السهرانة تيجي تاكل جدتك في وسط الخل، ولا خليهم يشرحوا وشك ويفصلوا لحمك عن عظمك. أنت أنت إزاي بس وأنا بتضرب؟ اتفضل اتكلم. أنا قلت كل اللي شفته. شفته؟ أنت بتهزر؟ قصدي قلت كل اللي أعرفه. الأسلحة اللي لقيناها عندك دي بتاعت مين؟ بتاعتي أنا. جبتها منين؟ تاجر من الشام. اسمه إيه التاجر ده؟ اسمه محمد. محمد إيه؟ محمد أحمد محمد، وجد جده محمود. والتاجر ده عرفته منين؟ قابلته في يوم من الأيام في قلب السوق، قال لي يا شيخنا أنا تاجر خناجر من الشام، تعرفش حد ياخد بيعة حلوة معايا مكسبها كويس؟
قلبتها في دماغي بسرعة، قلت أخدها أنا لنفسي، أستفيد بالكام دينار دول أفيد من الغنى. أصل في الزمان ده الناس ما بقيتش تحب تسمع حاجة عليها القيمة. والتاجر ده نوصله إزاي؟ اسألوا عنه في بر الشام، أصله سافر من شهرين. فين في بر الشام؟ اللي بعد بر مصر. طب أوصفه إيه؟ هو طويل وعريض وأسمراني، يعني شبه حضرتك كده. شبه حضرتي؟ هو أنت شايفني؟ أعمل لك إيه بس؟ ما أنت بتسأل واحد أعمى. ارموه بره، ما هو ده مش نافع معاه حاجة، لا حبس ولا ضرب. هيكون فيه إيه أكتر من العمل اللي هو فيه ده؟ الحمد لله السميع البصير. بس مسيرك تقع الواقعة كبيرة يا حمدان، وساعتها ما حدش يقدر يشيل رقبتك من تحت سيف الجلاد. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. افتح يا عبد القوي. عم حمدان، الف حمد لله على السلامه. مش لازم حضن الجامد ده يا عبد القوي، ده ظهري مشوي من الكرابين. لا مؤاخذه، اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حمدان، معقوله؟ حمد لله على السلامه. الله يسلمك. خرجت امتى وازاي؟ اوعى يكونوا سابوك عشان يمشوا حد وراك. ليه بقى يا سي خالد؟ انت فاكرني عمى؟ ده انا بشوف بظهري اكتر ما بشوف بوشي. عملوا فيك ايه ولاد الابلسه دول؟ كل انواع التعذيب بعيد عنك، ولما لقوا مفيش فايده طلقوني وقالوا لي مسيرك تقع الوقعه الكبيره، وساعتها محدش هيقدر يشيل رقبتك من تحت سيف الجلاد. ان شاء الله هتتكسر رقبتهم واحد واحد، من اصغر مملوك لحد السلطان. ده احنا كنا خلاص يا عم حمدان، واخدين بعضنا اهالي وبهاليل وجايين نخلصك. ليه وانتوا كنتوا عارفين انا فين؟ البركه في البصاصين، ما هو اللي يبيع نفسه لحد مستعد يبيع نفسه للي يدفع اكتر. وكمان عبير لسه ليها اصحاب من جواري المماليك، من ايام كانت في قصر الوالي وقدرت تجيب منهم شويه معلومات. وسابولك العود ما كسروهوش؟ سابولي مين؟ اما لو كانوا طالوه كانوا سابوه، اذا كانوا كسروني انا مش هيكسر. سلامتك يا حمدان. شمس، قول لعبد الشاف يعمل تركيبة أعشاب وزيت يدهن بيها ظهر عمك حمدان عشان الوجع يخف شوي. حاضر يا ستنا. والله يا ست البهليل، أنا من ساعة ما جيت الزاوية وشفتكم متجمعين كده الوجع راح مني. كلنا كنا قلقانين عليك يا حمدان، انت عارف معزتك عندنا ازاي. تعيش يا وداد. ما قلتلناش يا عم حمدان، العود والعصايه دول فلتوا منهم ازاي؟ والله يا عزه يا بنتي، انا متعود على الحكايه دي بقالي يجي 20 سنه. اول ما احس بالبعده جايين اقوم مسرب العود في اي حته لواحد من ولاد الحلال، ومصر مليانه بولاد الحلال، يفضل شايله عنده وبعدين يجيبهولي. فعل الخير متأصل في ولاد مصر، وانت اهو متجمعين ليه؟ لاجل فعل الخير والحق. بلغك طبعا ان رجالتهم النكس عرفوا طريقك وهاجموا بيتك. ما عشان كده بعد ما يستريح له شويه هنقعد مع بعض ونشوف أأمن حاجه بالنسبه له ايه. والله يا وداد ما هي فارقه معايا، هم المماليك دول فاكرين اني هخاف من كبير البصاصين واسكت؟ ده انا وانا في السجن عملت لهم غنوه. اسمع يا ستي، بالذمه ده كلام، بالذمه يا أهل مصر فين الهمة؟ كنتم زمان فوق القمة، فجأة بقيتوا في قاع القمة.